لم يكن القصر في الأصل معروضاً للبيع، لكن بفضل حنكتها وأسلوبها الخاص نجحت أوبرا وينفري في إقناع مالكيه روبرت ومارلين فيلز بالتنازل عنه لها. قصر بروميست لاند أو أرض الميعاد، وقعت وينفري في غرام هذا المنزل في عام 2001 لتشتريه ب 52 مليون دولار لتقضي فيه أغلب وقتها. بروميست لاند ينتشر على مساحة شاسعة تبلغ 70 فدانا، ويتربع القصر الرئيسي في قلب هذه المساحة مغطيا 23 ألف قدم مربع. القصر الذي يتميز بتصميمه الجورجي الأنيق يحتضن مناظر طبيعية خلابة وحدائق غناء ونوافر ساحرة، كما يضم دار ضيافة مصنوعة من الخشب الأحمر تمتد على مساحة 6000 قدم مربع. ويشمل القصر الواقع بولاية كاليفورنيا من الداخل 6 غرف نوم و14 حماما فخما وغرفتين مجهزتين لعرض الأفلام، مما يجعله مثالا للرفاهية والفخامة. للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.